كاني عن تحالف ربيع الكرم، محامي عن تحالف ربيع الكرم. تحالف ربيع الكرم ينظم اليوم هذه الوقفه الاحتجاجيه امام محكمه استئناف بالرباط، لان هي مصدره الحكم الذي يعني صدم كافه المكونات النسائيه والحقوقيه والديمقراطيه بصفه عامه وكافه مكونات الشعب، بل امتد صدى هذا الحكم حتى الى خارج المغرب. في الوقت اللي وزاره العدل كتعرف واحد الديناميه ديال مراجعه التشريعات المغربيه وضمنها القانون الجنائي اللي كانوا متابعين به الجنات وقانون الاسترة الجنائية، وكذلك اصدرت مسودة لقانون يعني العقوبات البديلة. هذا الحكم نعتبره بانه يشجع على الافلات من العقاب جرائم العنف ضد النساء والفتيات وخاصة الاعتداءات الجنسية، لان احد الفصول المتابع بها المتهمين اللي كانت متابعة بالتغرير بقصر عن طريق التدليس، وكذلك هتك عير نتج عنه اقتضاد البكرة ونتج عنه حمل، يعني العقوبة في فصل 488 تصل الى 30 سنة سجن. فكيف يعقل ان يعني يخفف الحكم الى مستوى سنتين اللي هي عقوبه حبسيه وليس عقوبه سجنيه كما يحدد ذلك احد فصول المتابعه؟ اذا احكام من هذا القبيل هي من شانها ان تشجع على الافلات من العقاب، هي احكام لا تحقق العداله الجنائيه المنشوده، احكام لا تنسجم مع روح الدستور الذي ومقتضياته التي تنص على حظر التمييز وحظر العنف ايا كان مصدره وايا كان سببه، مع مقتضيات اخرى تتعلق بالعداله، تتعلق بالامن القانوني، تتعلق بالامن القضائي التي جاء بها الدستور. يعني ان كان لنا من مطالب، اولا الملف معروض على محكمه الاستئناف، نامل ان تعيد النظر محكمه الاستئناف وان تصحح يعني لما وقع بهذا الحكم هذا، يعني محكمه الجنايات الابتدائيه، وان يعني تصدر حكما عادلا سواء في الشق المتعلق بالزجر ولا في الشق المدني، لان اكيد ان هناك اضرار نفسيه وهناك اضرار ماديه ستصاحب هذه الطفله طيله حياتها. لنا ان نتصور 12 سنه وفرض عليها على ان تصبح اما وهي ما زالت تحتاج الى يعني الى ام والى رعايه ام، حرمت من التعليم، حرمت من كافه الحقوق، والان هي مجبره على ان على ان على ان تكون ناضجه وعلى ان تقوم بدور ام في الوقت اللي ولو ان يعني الخبره الجينيه اثبتت ابوه احد الجنات لهذاك المولود، مع ذلك يعني مدونه الاسره هي لا تضمن لها حق النسب الابن ولا تضمن لها يعني الحق في النفقه. نامل ان يعني تضمن لها محكمه الجنايات استئنافي بالرباط حقها في العداله، وان تصدر حكما عادلا، حكما منصفا، وكذلك نتوجه الى المسؤولين القضائيين من اجل ان لا يقع ذلك مستقبلا، وكذلك نتوجه الى وزاره العدل من اجل ان تاخذ بعين الاعتبار وتستجيب لمطالب الحركه النسائيه ومطالب تحالف الكرامه الوارده بمذكراتها المطلبيه، سواء فيما يتعلق بالقانون الجنائي او المسطره الجنائيه او قانون يعني العقوبات البديله، وكذلك ما يتعلق بالمراجعه التي نامل ان تكون شامله لمدونه الاسره.